وطبعا يعني احد نجوم البطوله دي رغم انه ما شاركش، لكن هو احمد مرتضى منصور، ومعانا مينا ماهر ومعاه احمد مرتضى منصور. اهلا بيك يا احمد، اتفضل. تحياتي ليك يا كابتن شادي. يعني بالفعل زي ما انت قلت احد نجوم الفريق بالرغم من عدم مشاركته هو كابتن احمد مرتضى. كابتن احمد في البدايه طبعا مبارك لك وارحب بيك عشان كره نادي الزمالك، عرقان ولا كانك ليبرو الفريق. كنت بلعب مكان الهو. يعني واحد مش عارف يقول ايه، الناس دي اتظلمت كتير بشويه دعم وشويه اهتمام، قدروا يحققوا ثنائيه ما اتقررتش من بيقولوا ما اعرفش بالظبط، بيقولوا من 32 سنه. الحمد لله بشكر المستشار مرتضى منصور فعلا على دعمه، لان هو اللي دعمني بصراحه، وبشكر اللعيبه الرجاله دي فعلا كلهم رجاله، حتى اللي ما لعبوش يعني، حتى دبشه كان قاعد فوق بيشجع، بشكرهم كلهم. وايت لك للنادي الاهلي طبعا، ويعني في ناس في ابناء الطايره كتير مش موجودين معانا زي كابتن عزمي مجاهد وكابتن جابر عبد العاطي وكل اللي رحلوا عنا، يعني بهدلهم الفوز ده وبهدل الجمهور العظيم، وبقول ان شاء الله ربنا يكملها اكتر باذن الله. يمكن مباراه امبارح كنا مسيطرين عليها شبه تماما، ولكن بعض الهفوات ادت ان احنا نخسر. كلمت مع لعيبه امبارح شفتك في الملعب، عايز اعرف اتكلمت معاهم ازاي، والنهارده كمان قبل المباراه اتكلمت معاهم. بص انا شخصيتي بتنرفز وبتاع، بس هم قالوا لي ايه، لا اهدى خالص مفيش مشكله ومش عارف ايه، فانا هديت وعملت اللي هم قالوا عليه والحمد لله ربنا وفق. مبروك، الف مبروك، ولسه عندنا كتير قوي الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله. باذن الله. شكرا. طبعا ده كان لقائي مع كابتن احمد مرتضى منصور اللي كان بيتكلم عن كواليس الفريق وعلى قد ايه كان الفريق كله رجاله بلا استثناء. عوده ليك كابتن شادي مره اخرى، تفضل.